The African Federation of Handball. ونستمع الآن إلى كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبطولة أفريقيا لكرة اليد اللي بيسعد جمهورية مصر العربية أن تستضيفها والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. بنرحب بكل السادة الضيوف وهم يعني مش ضيوف على مصر، من الدول الأفريقية، سيد رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأيضا السادة السفراء، وأيضا كل الشكر والتقدير للاتحاد المصري. وبسم الله الرحمن الرحيم نعلن افتتاح البطولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر. ونود ان نشكر ايضا اللجنه الاولمبيه المصريه والاتحادات الرياضيه المصريه. شكرا. كل الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه المصري. الساده الكرام، بحضوركم اليوم تنطلق النسخه 26 من بطوله كاس الامم الافريقيه، وتبدا اولى المباريات في تمام الساعه 8 مساء بتوقيت مصر، وهي مباراة مصر وغينيا.